السلام عليكم. يواصل نظام الكبرانات بجزائر وساوسه وهلوساته تجاه المغرب، حيث اتهم هذه المرة رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة المغرب بالتمادي في مؤامرات وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة واستنزاف قدراتها وتعطيل مسار تطويرها ومحاولة ضرب وحدة شعبها. وقال أيضا شنقريحة في خطاب ألقاه خلال زيارة إلى الناحية العسكرية الثانية في وهران إن ثبت الجزائر على مبادئها وتصميمها على عدم الحياد عنها أصبح يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة حسب تعبيره. وقد أكد أيضا شنقريحة أن المغرب حاول إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوف الجزائريين، مضيفا إلى أن الأعداء وجدوا ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونة الأمة وجنودهم كعملاء لهم في الداخل واستعملوهم كأدوات للوصول إلى مبتغاهم المتمثل في إضعاف الجزائر من الداخل والضغط عليها لجعلها تتخلى عن مبادئها الثابتة وقيمها النبيلة وتتنكر لقضايا الأمة. كما أضاف أيضا أن ثبات بلاده على مبادئها وتصميمها على عدم حياد عنها أصبح يزعج المغرب ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة، مبررا أن الأعداء سيخيبوا مسعاهم وسينقلبون خاسرين مدحورين.